الأجور والتعويضات. الجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز والمواد المشابهة المؤتمر ديالها، هذه الجامعة التي هي منظمة في صفوف الاتحاد المغربي للشغل اللي كتضم 14 شركة بترولية، واللي كنفتخروا بها داخل الاتحاد المغربي للشغل بالمناضلين والمناضلات ديالها، كنفتخروا بما حققته من مكتسبات وما انتزعته من حقوق، كتوفر على اتفاقيه جماعيه نموذجيه مع ارباب العمل على تغطيه صحيه وتغطيه اجتماعيه لائقه. اليوم كتعقد هذا المؤتمر ديالها اولا لتدارس ما هي الاوضاع داخل القطاع، ثم لتسطير البرنامج المستقبلي بما في ذلك الانتقال الطاقي اللي كتعرفوا البلاد ديالنا من اجل اعاده تاهيل المستخدمين ديال هذا القطاع من اجل التكوين ديالهم. والاتحاد المغربي للشغل بالطبع يؤمن بهذا الانتقال الطاقي، ونعمل على مواكبة الإخوان ديالنا في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي لبلادنا.